إلى القاهرة. الآن الصحة المصرية تسجل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا، 5 وفيات. يعني دكتور إسلام، موضوع البحث الآن عن اللقاح يبدو أنه الأولوية القصوى، ولكن حتى نصل، ماذا يجب على الحكومات أن تفعل حتى ذلك الوقت؟ تمام، احنا كنا لسه بنتكلم ان السبيل الوحيد لانحصار الفيروس هو كسر التفاعل التسلسلي من شخص لشخص عشان العدوى تقف. ده يا اما بوجود مصل او علاج. الحاجة التانية هي بوجود وعي. اللي احنا نقفل التجمعات فيها 50% ناتج من القرارات الحكومية، اجبار لعدم التجمعات والزام الناس في بيوتهم. الجزء الثاني هو وعي للمجتمع عن أهمية هذا الإجراء. يعني الناس محتاجة تعرف أن الإجراء ده في مصلحتهم. إحنا حاليا مصلحتنا كلنا أن الاقتصاد يرجع تاني. إحنا نقدر نضخ، امبارح ضخ تقريبا 100 مليار جنيه عشان الاقتصاد ما يقعش. إحنا نقدر نستمر في هذا الإجراء لأسابيع قليلة، لكن الدور الكبير حاليا هو أن الاحترازات تزيد من جانب الدولة، طالما ان لسه في تجمعات والوعي لم ينتج عنه فصل تام. والجزء الثاني هو حملات توعية يعني كثيفة لكل الشعوب ان محتاجين نفصل، خصوصا الناس اللي لسه بتشتغل بره بيوتها وهي راجعة للبيوت. احنا لغاية دلوقتي محتاجين نوعي ان انت لو بتتعامل مع اشخاص كبار في السن عندهم مشاكل في المناعة، عندهم امراض مزمنة، ازاي نقي هذه الاشخاص. انا سمعت مداخلة يعني جميلة جدا من فترة مع حضرتك ان الشخص ما ينفعش يبقى مسؤول عن موت حد من اهله. صحيح. احنا مش محتاجين نستنى لغاية طيب ما لكن نوصل لهذا السيناريو. الى موضوع نعود مجددا الى موضوع اللقاح. يعني مخاطر تسريع التجارب السريرية الآن على البشر في ظل هذا التنافس الذي تحدثت عنه بين الشركات لإنتاج هذا المصل أو اللقاح، أسرع من كده هو في منتهى الخطورة. إحنا بالفعل اختصرنا 15 عام في 18 شهر. أسرع من 18 شهر يعتبر خطر للغاية، لأن إحنا بنحقن شخص سليم بفيروس، بنفس الفيروس كوفيد، فيروس كورونا المستحدث، لكنه واهن. فلو مش معمول عليه دراسات كافية، الفيروس ده ممكن يصيب الشخص بالمرض بكوفيد 19. ممكن إن هو يخلي الفيروس أشد ضراوة في المستقبل. بالتالي انتظار مصل والانتظار قليلا، حتى لو كان الانتظار ده 18 شهر، هو أسلم للبشرية كلها. طيب، بدل ما يبقى فيه دكتور يعني فاكسين أو مصل ممكن يسبب أذى للبشرية. دكتور أحمد.